السعادة في الثقافات المختلفة. تقريباً في جميع الثقافات المختلفة للسعادة عدة معاني واعتبارات مختلفة. في بعض الثقافات يتم تقييم السعادة على أنها أهم هدف لتحقيقه في حياة الشخص، ومن ناحية أخرى في ثقافات أخرى لا يتم تقدير السعادة كثيراً حيث أنها مشاعر أقل أهمية من غيرها. هناك أيضاً اختلاف آخر بين فكرة السعادة في الثقافات المختلفة، وهو كيفية الوصول إليها والأهداف المختلفة للوصول إليها والعديد من المفاهيم المتعددة الممكنة. على سبيل المثال، في بعض الثقافات يمكن أن تكون السعادة أكثر ارتباطاً بالجانب المادي للحياة، بينما في ثقافات أخرى يكون لها ارتباطاً أكثر بالجانب الروحاني. يمكن أن تكون السعادة بالنسبة لبعض الثقافات أكثر هيمنة من غيرها، والبعض الآخر يعتبر التعاسة كوصمة عار اجتماعية، في حين ثقافات أخرى تتقبل ذلك بصورة أبسط أو حتى لاستنباط فلسفة أو رؤية للعالم من خلالها. أيضاً، إن دور وأهمية السعادة يرتبط بأهمية الفرد في المجتمع، لذا فكرة الرفاهية أو راحة الفرد هي أكثر هيمنة مقارنة برفاهية المجموعة. بوسعنا اعتبار السعادة بكل حالاتها المختلفة آنفة الذكر أن تكون حقاً يكفله القانون، وبوسعها أيضاً أن تكون عبارة عن الانسجام في المجتمع أو حالة من الهدوء والاسترخاء.